استيقظ أهل الحي في بغداد على صراخ رجل يجوب صداه الأحياء القديمة: من رآني فلا يظلمن أحدا. كان ممسكا بيده ويبكي مرددا كلماته على كل عابر طريق، ينظر في الوجوه وهو يبكي، حتى استوقفه أحد العابرين ذات يوم سائلا إياه عن سبب بكائه وألمه، فقال له: لقد كنت جبارا في الأرض ظالما، أستحل الحرام وأبيح لنفسي النهب والسرقة، فأسلب قوت الجائعين وأستقوي على الضعيف منهم، وكنت أتربص بأضعافهم لأسرق طعامه بالقوة. وكان صيادا، وحدث ذات يوم أنه اصطاد سمكة كبيرة لم أرى أكبر منها، فأردت أخذها غصبا وعنوة، فراقبته حتى دخل سوق المدينة القديم. وكان فرحا بها، وراح يعرضها على التجار، ولأنني خشيت أن يبيعها لأحد فتضيع مني أخذتها منه، فقال لي: لن تأخذها، فإني سأبيعها قوتا لعيالي ولا أملك غيرها. فطرحته أرضا ثم جلس حزينا بائسا، أما أنا فسرت سعيدا بهذه الغنيمة الكبيرة. وقبل أن أكمل الطريق شعرت بألم تخلل إبهامي، فنظرت فإذا السمكة قد أطبقت عليه بأسنانها، ولم أنم ليلتها من الألم الذي بدأ يزداد بشكل عجيب. وما أن جاء الصباح هرعت إلى الطبيب أشكو إليه علتي، فقال: هذه بداية الأكلة، وإن لم تقطع الإبهام فسيسري إلى كفك وستقطع الكف كله، فلتقطعها قبل أن يبدأ بالانتشار. فقطعته، وما هي إلا أيام حتى سرى إلى الساعد، فقال الطبيب: لا بد من قطعه، وإلا هلكت وأظلمت الدنيا في عيني. ورحت أشكو مصابي لأحد أصدقائي الذي قال لي: هل فعلت شيئا في حياتك؟ فلم أتذكر إلا الصياد صاحب السمكة، فأخبرته القصة فقال لي: ابحث عن هذا الرجل فتحلل منه، فوالله لو أنك تحللت منه قبل ذلك لم يقطع منك شيئا. فبدأت أهيم على وجهي أبحث عن الصياد حتى رأيته، فانكببت بين قدميه أبكي وأنا أقول: أسألك بالله يا سيدي، ألا عفوت عني وأبحتني وحللتني؟ فسألني: من أنت؟ قلت له: أتذكر؟ أنا صاحب السمكة الذي أخذتها منك من وقت بعيد. فبكى الصياد لما رأى من حالي وقال: والله قد حللتك لما رأيت من البلاء الذي حل بك. فقلت له: سألتك بالله، ما قلت فيا حين أخذت منك السمكة؟ قال: قلت فيك: اللهم إنك أريتني قوة هذا في ضعفي، فأرني يا الله قوتك فيه. ومنذ ذلك الحين وأنا أسير هائما في الطرقات وأقول: من رآني فلا يظلمن أحداً.